تعال اتفضل. اتفضل. ده صاحب السلسلة. كلمني في التليفون بعد ما حطينا الصورة على الفيسبوك ولقيته جايبها معاه. استنيتك كتير قوي يا علي، بس كنت متأكدة ان انا في يوم من الايام هشوفك زي ما انا شايفك قدامي دلوقتي. الهام، احنا محتاجين الاول نقعد معاه نتكلم ونسأله شوية اسئلة. انت مين؟ انا علي. طب معلش، انت ايه اللي مخليك متأكد قوي كده ان انت علي؟ انا هتوح هنروح يا جماعة. انا اول ما شفت الصورة على الفيس حسيت ان البني ادم ده انا اعرفه، بس كمان الصوره يعني منغمشه شويه وصغيره، انا ما فهمتش ده مين بالظبط. بس لما دخلت بقى على الصفحه وشفت الحاجات اللي انتم مشهورينها من زمان وقريت قصه التوهان حصلت ازاي يوم عيد ميلادي وكنت لابس ايه، عرفت ان دي قصتي انا على طول. اه بس انت ما توهتش، انت اتخطفت. ما هي دي بالذات بقى انا مش فاكرها. يعني حتى واحنا جايين الاستاذ كمال كان بيسالني، كان بيقول لي يعني ايه اللي حصل يوميها وكده. انا مش فاكر غير ان كان في واحد بتاع بلالين فضلت ماشي وراه لحد ما بقيت في حته انا مش عارفها خالص ومعرفتش ارجع تاني. انا ما شفتش حد بتاع بلالين. انت فاكر حاجه زي دي يا راجل؟ يمكن كان موجود وما خدناش بالنا. الموضوع ده عدى عليه 20 سنه واكتر يا الهام. وانت كنت فين طول السنين دي؟ عايش فين مع مين؟ انا كنت عايش في اسكندريه مع راجل وست كده، كنت فاكرهم ابويا وامي. وانت ما كنتش تعرف ان هما مش باباك ومامتك؟ لا انا عارف منين حضرتك؟ يعني هما مطلعين لي بطاقه وشهاده ميلاد مع حضرتك هما باسمهم يعني وكده. بس طول عمري كنت حاسس ان في حاجه غلط. مش معقول الراجل ده يبقى ابويا. كان قاسي عليا قوي قوي قوي. كان على طول بيضربني وايده سابقه لسانه. كان دايما يشحططنا من بيت لبيت عشان معهوش فلوس الايجار، عشان كان مضيع فلوسه على الكوتشينه والحشيش. باع كل حاجه في البيت. كنا نسيب عيننا. يا حبيبي يا ابني، ده انت اتبهدلت قوي. كمال، الراجل ده لازم يتسجن. الراجل ده دمر حياتنا وحرمني من ابني طول السنين اللي فاتت. ان شاء الله. ريحوا روحكم. ابويا وامي ماتوا من كام سنه. الله يرحمها بقى ويكحمه مطرح ما راح. حلوه، برافو، قصه مقنعه جدا ومؤثره كمان. طفل اتخطف وهو صغير واللي خطفوه كانوا بيعذبوه، بس الحمد لله رجع لاسرته الحقيقيه وهيعيش حياه سعيده. هابي اندنج. ايه طريقه الكلام دي يا مروان؟ هو انت عايزنا نقبل اي حد جاي من الشارع؟ القصه اللي بيقولها لك دي انا ممكن الف احسن منها 100 مره، فايه الدليل ان ده علي؟ ما تزعليش مني يا مامي، بس مروان عنده حق. السلسله اللي هو جاي بيها، الشبه اللي بينه وبين علي، احساسي انا كأم ان ده ابني، ده كفايه بالنسبه لي. يا حبيبتي، لينا ومروان يقصدهم ان هم عايزين دليل مادي على ان هو علي. ابسط حل نعمل تحليل دي ان ايه؟ راجي عنده حق طبعا. لازم في الاول نعمل تحليل. تلحق تكلم المعمل اللي يجي لنا النهارده ياخد عينه؟ لا ما اعتقدش النهارده، صعب قوي. الحاجات دي محتاجه ترتيبات. بس انا ممكن اكلم فريد يبعت حد بكره الصبح. خلاص. امشي دلوقتي واجي بكره انا وهو. لا، علي هيفضل معانا هنا، مش هيسيب البيت. ايه ده؟ وانت عايزاه يقعد معانا في البيت عشان يقتلنا ولا يسرقنا واحنا نايمين؟ ايه الكلام ده؟ انا قلت هيقعد يعني هيقعد. انا ما عنديش استعداد ان ابني يضيع مني تاني. خلاص خلاص، استنى نفتح له ملحق الفيلا يقعد فيه. انا مش مصدقكم. طب يا جماعه همشي انا. طب استنى كمان انا هوصلك. بابي، معقول يا بابي هتسيبه يقعد معانا في البيت؟ انت مش شايفه ماما ماسكه فيه ازاي؟ وبعدين مش ممكن يطلع علي. طب انا عايز احكي لك على حاجه مهمه. مش وقته، نتكلم وانا رايحين الشغل. طيب انا هطلع اجيب شنطتي من فوق وهستناك في العربيه.
شاكرة قوي يا كمال على تعبك معايا. تعب ايه بس يا إلهام؟ دي حاجة بسيطة. أنا بتكلم على السنين اللي فاتت اللي تعبتك فيهم. شكرا إنك صدقتني في الوقت اللي محدش كان مصدقني فيه. ما تقوليش كده يا إلهام، أنت أختي. على فكرة بقى، إن شاء الله هيطلع هو. أنت أكتر واحد فاهمني. أنا عايز عينيك تكون عليه، ما يغيبش عنك أبداً. وما تخليش حد ياخد باله. ما تقلقش حضرتك. حبيبتي، أنا رايح الشركة بقى، لو حصل حاجة كلمني في التليفون. نورت علي. ربنا يخليك. فايزة، علي. آه، أهلاً وسهلاً. أهلاً بحضرتك. أنا لازم أكلم بابا. شوفي علي يفطر إيه؟ حاضر. أيوة يا بابا. تحبي تفطر إيه؟ أي حاجة. ايوه حبيبي، انت لازم تيجي حالا. لا مش هينفع في التليفون، انا عايزاك تيجي بسرعه. شفت اخرتني على الجامعه ازاي؟ اخرتك على ايه؟ احنا لسه اول يوم، وبعدين عندك العربيه التانيه اهي، ما تركبيها وتروحي بيها جامعتك. انا اركب على العربيه اللي شبه التاكسي دي؟ خلاص يبقى ما تشتكيش. وفيها ايه يعني لما تجيب لي سكوتر؟ انا مش بطلب منك عربيه زي اللي لينا ركباها. لينا اللي انت بتقارني نفسك بيها دي بتركب العربيه مع باباها، ثم انها بتشتغل، مش لسه في الجامعه زيك. ايوه عشان هما بيروحوا نفس الاماكن مع بعض، وبعدين دول عندهم بدل العربيه 2 و3 و4 وسواقين كمان. انا ما عنديش الا عند راجي، يا تركبي معايا عشان اوصلك يا تاخدي العربيه التانيه من سكات. ما يلا يا مامي بقى اتاخرنا. جاي اهو. الله، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور يا ليلى. تميم راح المدرسه؟ للاسف ما رضيش، ولازم من بكره يروح المدرسه. حاضر هحاول اقنعه. لا هو ايه اللي هتحاولي تقنعيه؟ هو لازم يروح، يا اما هيفوتوا حاجات كتيره قوي. يلا اتفضلي. على الساعه 4 تتابعي جروب الامهات، وطبعا تتكلمي على اساس انك انا. شكرا يا ليلى على تعبك مع تميم. شكرا يا استاذ هشام، يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك ان شاء الله. ما يلا بقى، انا كده اتاخرت قوي. يلا مروان. شفت بقى ان الموضوع غريب؟ اكيد دي مش صدفه. معك حق، بس هو لو مش علي عارف موضوع علي ده منين؟ والسلسله جابها ازاي يعني؟ اكيد مشي ورايا يوم الحادثه، ولما سال وعرف حكايتنا خطط ان هو يدخل الفيلا ويسرقها. ما تقلقيش، سيب الموضوع ده عليا، هو كده كده مش هيبقى معانا جوه في البيت لحد ما نعمل التحليل وتبان النتيجه. المهم بس ما تقوليش سيره لحد الكلام ده، خصوصا الهام، وطبعا مروان ما تقوليلوش حاجه. انت برضو عايز تعمل له التحليل بعد اللي قلته لك؟ ها، مفيش قدامي غير ان انا اعمل كده، على الاقل نبقى عملنا اللي علينا قدام الهام. هعلمك بتترسم ازاي يا تميم. طب انت مش ناوي بقى تقول لي انت ليه مش عايز تروح المدرسه؟ في حد من صحابك بيضايقك؟ طب في حد من المدرسين بيضايقك؟ انت ليه مش عايز تقول لي يا تميم؟ شكرا. طب انت ممكن بقى تفطر دلوقتي وبعدها نقرا شويه عربي على بال ما زمالك يرجعوا من المدرسه ونعرف اخدوا ايه النهارده؟ انا عايز اكمل الرسم. طب اوكي، انا ممكن اخليك تكمل رسم بس بعد ما تفطر، اتفقنا؟ بصراحة كده أنا مش عجباني دلقة أرو على مروان بالشكل ده. دلقة إيه اللي أنت بتتكلم عليها يا هشام؟ الولد هو اللي بيحبها وبيطاردها طول الوقت. حتى لو ده بيحصل يا نانسي، البنت المفروض تبقى أتقل من كده شوية. الكلام ده لو أنت بتتكلم عن ناس ما نعرفهمش، إنما دول متربيين مع بعض. وبعدين بدل الكومنتس الكتير قوي اللي أنت عمال بتقولها دي، ما تروح تفتح راجي في الموضوع. الولد خلاص في آخر سنة في الجامعة، وهي فاضل لها سنة وتخلص. ايه بقى اللي يخلينا نستنى كتير؟ انت اتجننت يا نانسي؟ عايزين اروح لراجي اطلب ايد ابنه؟ وفيها ايه؟ ده هيفرح جدا،
هما يحلموا ان هما يلاقوا عيلة زي عيلتي يحطوا ايديهم في ايديها، ولا اصلا يتخيلوا ان ابنهم يتجوز بنت من عيلة الجندي؟ دي امل ما يحلموش بيها على فكرة. ولعلمك بقى تلاقيهم هما عايزين يتقدمونا بس خايفين لحنا اللي نرفضهم. على اساس ان هما من الشارع يعني. بعدين عيلة دياب دي مش عجباكي مثلا؟ عادي يعني، في الاول وفي الاخر جد الهام ده كان حتة فلاح، فما ينفعش ابدا تحط راسه براس جدي انا عبد العظيم باشا الجندي. احنا عيله كبيره قوي يا هشام ومقصله، مش زيهم عادي. الصراحه في الاول كنت خايف اكلم الاستاذ كمال عن النمره اللي لقيتها على الفيس، مكنتش عارف اذا كنتوا هتصدقوني ولا لا. وبعدين بقى يعني قلت ما بديهاش، هو مش معقوله يعني هلاقي فرصه ان انا ارجع لكم مستغلهاش. انا عشت ايام سودا قوي بعيد عنكم. أنا عارفة حبيبي، عارفة ومتخيلة، كلنا عايشنا أيام سودة. بس اوعى تفتكري يا علي إن أنا بطلت أفكر فيك أو بطلت أدور عليك. أنا كنت بدور عليك طول السنين اللي فاتت دي، مش عارفة أنت عايش إزاي، بتبات فين. أنت عمرك ما غبت عن بالي يا علي. وانت كل السنين اللي فاتت دي كنت قاعده في اسكندريه؟ لما امي ماتت نزلت على مصر، كنتش طايق اقعد في اسكندريه، كنتش عايز افتكر ابويا ولا الايام السوداء اللي كنت بعيشها مع ابويا. الست دي كانت قاسيه برضو كده؟ لا خالص، دي كانت ست جميله الله يرحمها، كانت على طول حنينه معايا، تاخد الضرب على طول تاخد الضرب مكاني، عادي زلها ويهرها لحد ما ماتت. ممكن ما نتكلمش عن اي حاجة حصلت قبل كده. طب خلاص خلاص، مش هنتكلم في اي حاجة دلوقتي. ازيك يا فايزة؟ الحمد لله. اتفضل. ايه يا بنتي؟ في ايه؟ انت جايباني على ملا وشي ليه؟ علي رجع يا بابا، علي رجع. ايه؟ انت متأكدة يا بنتي؟ ايوه متأكدة، والسلسلة اللي كانت في رقبته يوم ما اتخطف اهي. مش هتاخده في حضنك يا بابا. هاي بسمة. هاي هشام. راجي موجود؟ أيوة موجود. اتفضل. ميرسي. راجي، الراجل مضى العقود وكله تمام، بس سأل عليك كذا مرة، هو أنت ما حضرتش الميتنج ليه؟ إحنا متفقين على كل حاجة أصلاً، مش باقي بس غير توقيع العقود. ها؟ أنا كمان دماغي مشغولة أوي، مش عارف أركز في حاجة النهاردة. إيه اللي حصل؟ جد جديد ولا إيه؟ نفس الموضوع القديم. طب ما تاخدها وتسافروا كام يوم كده، وأكيد التغيير هيحسن حالتها يا راجل. للأسف ما اقدرش اسيب الشركة اليومين دول بالذات، حتى لو قلت لها مش هتوافق. طيب تحب اخلي نانسي تقنعها؟ لا لا لا، على العكس ابدا، ده انا كنت عايز اقول لك يعني تبعد نانسي شوية عن الهام عشان اعصابها تعبانة ومش هتقدر تستقبل حد. طيب خلاص اللي تشوفه، انا اذنك. ايوه يا الهام. ايوه يا حبيبتي، ايه الاخبار عندك؟ بابا
طب سلمي لي عليه. بقول لك انا فهمت هشام ان انت اعصابك تعبانه شويه عشان يبعد عنك نانسي. انا مش عايز حد يعرف اي حاجه الا لما نتاكد ان اللي عندك ده عالي. ما تقعدش تتحجج بس قول عايز تخسر كام. جويستيك بايظ. جويستيك ايه يا ابني؟ يا ابني انا بلعب اللعبه دي قبل ما انت تتولد، ولما كنت بخسر برضه كنت بقول للجويستيك بايظ. ها؟ لا ما ترجعش لورا، انت جونك هنا على فكره. بجد؟ اه والله. مروان ايه؟ ممكن اسالك عن حاجه؟ اه اتفضلي. طب ممكن على جنب؟ ممكن على جنب؟ طب مش هتكمل؟ جاي لك استنى. ايه؟ بص انا شايفه انك قريب جدا لتميم، يمكن انت الوحيد اللي بلاقيه معاك على طبيعته. انا بس كنت عايز اعرف هي ايه مشكلته، لاني لما سالت مدام نانسي قالت لي ان ما عندوش مشكله، بس انا شايفه انه منطوي جدا وشايفه انه ما بياخدش على الناس بسهوله خالص. بص يا ليلى، تميم عدى عليه بيبي سيترز كتير السنين اللي فاتت دي. انت اول واحده مصريه. اي نعم كل اللي قبل كده كانوا بيقوموا بشغلهم شويه، بس كانوا بيمشوا بعد اول كلاش مع نانسي، يعني مفيش حد كان مهتم بيه بجد، فاهمه؟ موري انت بتعمل ايه عندك؟ مش يلا بقى؟ طبعا اذنك. هاي بقى هتوديني فين النهارده؟ طب لما ننزل اقولك. اوكي. وبعد ما حكيت لبابي ندمت ان انا حكيت له جدا. وتندمي ليه؟ وتخبي ليه كمان؟ مش عارفه يا داليا، متلخبطه قوي، خايفه لا يطلع نصاب ويعمل حاجه في مامي ولا فينا، وفي نفس الوقت بقول مش ممكن يطلع علي. بصي هو سؤال غريب، بس انت حاسه ان هو اخوكي؟ صعب قوي احس بواحد عاش بعيد عننا 20 سنه. وساعات برضو بقول لنفسي مش ممكن انا حاسه ان هو مش علي علشان شفته قبل ما يجي مع انكل كمال. ما كل حاجه هتتحسن بعد نتيجه التحاليل. عندك حق، بس انا خايفه لا يطلع مش علي وانكل فريد يعمل فيه زي ما عمل في اللي قبله. ساعتها هيبقى نصاب ويستاهل اللي يجراله. اه يستاهل، بس ما تنسيش ان هو اللي انقذ حياتي وضرب الاتنين البلطجيه اللي طلعوا عليا. لولا الله اعلم بقى كان عملوا فيا ايه. انا حاسه يا داليا ان انا مديوناله. لينا انت حساسه قوي، يعني اي راجل في مكانه كان هيشوف بنت في الموقف اللي انت فيه ده كان هيعمل زي اللي هو عمله بالظبط. ومش بعيد يكون كل ده فيلم هندي هو عامله والرجاله دي هو اللي جايبهم عشان بس يطلع في دور المنقذ في الاخر. تفتكري؟ لا 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 يا شيخه مستحيل. هو ايه اللي هيعرفه ان انا عربيتي هتعطل في الوقت ده وفي المكان ده؟ ولا ده كمان ترتيب منه؟ مستحيل يعني، جو افلام قوي. طب انت ناويه على ايه؟ مش عارفة، أنا عايزة أساعده بس أنا قلقانة منه، مش عارفة أتعامل كده، حيرانة، مش عارفة أفكر. وهو من إمتى يعني لما إلهام بتبقى متضايقة أنا ببعد عنها؟ ده هو بنفسه اللي كان بيطلب مني أفضل جنبها عشان أطلعها من اللي هي فيه. معرفش، أنا قلتلك اللي هو قالهولي. وبعدين هم حرين يا نانسي؟ لا مش حرين يا هشام، لأن إحنا ما نعرفهمش بقالنا سنة ولا اتنين. وبعدين راجي ما يطلبش ان انا ما اروحش الالهام غير لما يبقى في سبب تاني في دماغه هو. سبب ايه يعني؟ معرفش بس هعرف. قولي طلبت من راجي يزود لك المرتب؟ معرفش اتكلم معاه النهارده، كان مشغول طول اليوم. هو في ايه يا هشام؟ لا حقيقي بجد، في ايه بقى؟ انا ليه حاسه انك مكسوف تطلب من راجي زياده في المرتب؟ مع ان ده حقك، انت بقالك كتير جدا ما زدتش. خلاص يا سيدي، لو مش عايز تطلب من راجي اطلب من محمود، محمود بيحبك جدا. محمود مكبر دماغه من الشغل والشركة بقاله فترة. اه بس هو صاحب الشغل وراجي ما يقدرش يرفض له طلب. نانسي أنا مش عايز المسائل تبقى كده بيني وبين راجي عشان ما أعملش حساسيات، عايز التفاهم يبقى بيني وبينه مباشر كده من غير وسايط. مفيش الكلام ده بيننا وبينهم، إحنا عيلة واحدة بقالنا سنين وهم ما يقدروش يستغنوا عنا. العلاقات الشخصية حاجة والشغل حاجة تانية خالص، وبعدين أنا ما أقدرش أجبر راجي يعمل حاجة هو مش عايزها. تعالى يا علي تعالى.
دي اوضتك مؤقتا يعني، اوكي؟ بص كده، الدولاب ده فيه غطا ومخدات عشان لو بردت. ربنا يخليك. لو احتجت حاجه كلمني. سجلت النمره؟ اه سجلتها. بقول لك هنا الحمام، في فوط نظيفه وفرشه السنان في الدرج، وهنا التلاجة مليانه عصير وميه. متشكر جدا. لو عايز تشرب حاجه سخنه كمان الكتل اهو، وهنا الشاي والقهوه والنسكافيه وكل حاجه. هتصحى بكره بدري عشان الناس اللي جايه من المعمل. حاضر، انا هبقى جاهز ومستني. يلا تصبح على خير يا علي. حضرتك من اهله. يلا حبيبتي. ايه اللي انت بتعمله ده يا راجل؟ ملوش لازمه للي انت بتعمله ده. افرض الولد جرى له حاجه هيطلع ازاي؟ اللي انا عملته هو ده الصح يا حبيبتي، احنا برضو ما نعرفوش. وبعدين انا مش هامن ان هو يتحرك كده لوحده. احنا نايمين يا حبيبتي. عموما لو احتاج اي حاجه يكلمني في التليفون، انا مش هقفله يعني. انا اصلي خايفه اصحى ما الاقيهوش. انا كان هين عليا اخده في حضني وبيته في حضني طول الليل، مش هطلع البيت واسيبه يا راجل. عايز افضل جنبه ابص له طول الليل، بس في نفس الوقت خايفه ما يطلعش هو. وبقى اتعلقت تاني بامل كذاب. انا حاسس بيك قوي يا حبيبتي، عارف قد ايه استحملتي. يا ريت كان في ايدي حاجه اعملها عشان اشيل عنك الحمل ده وترتاحي. نفسي اشوفك مرتاحه تاني من قلبك زي الاول. طب ما انت كمان يا رب استحملتني. استحملتني في أصعب أوقات وأنا منهارة ومش عارفة أعمل حاجة خالص. بس المرة دي أنا مطمنة، مطمنة جدا، وإن شاء الله هيطلع هو. أنا متفائلة جدا المرة دي. إن شاء الله، إن شاء الله. الو. الحمد لله، انت عامل ايه؟ لا مش هينفع اقول لك انا فين دلوقتي. لا احسن انك ما تعرفش اي حاجه. اوعى تقول له انك كلمتني. ماشي، خلي بس تليفونك جنبك على طول. يلا انا اظبط الدنيا كده واكلمك. سلام. اتفضل يا روحي حبيبتي. ثانك يو. ويلكم. بقول لك ايه يا هيشو؟ هو انت ما تعرفش حاجه عن راجي كده ولا كده؟ حاجه زي ايه؟ يعني عرف واحده على الهام، اتجوز عليها. ما تنساش ان الهام كانت بتتعب نفسيا كتير جدا، وكانت بتهمل في نفسها وفيه. ومفيش راجل يعني مهما كان مخلص هيستحمل حاجه زي دي. لا لا ما تقلقيش على راجي، راجي انصح من كده بكتير. ومش ممكن يعمل حاجه زي دي يضحي بفلوس ورضا حماه والمنصب اللي وصل له في الشركه. طب يا حبيبي ما تخليك ناصح انت كمان، وتحاول تمسك حاجه زي دي على راجي علشان تستخدمها ضده وتقرب بيها المحمود. يا نانسي، اولا راجي مش من الغباء اللي يخليه يعمل حاجه زي دي تتمسك عليه. ثانيا انا لو عايز اقرب من محمود مش هي دي الطريقه، بالعكس انا كده ممكن اسقط من نظره ويحتقرني كمان لما يحس ان انا عايز اطير جوز بنته من طريقي علشان اوصل للمنصب. وساعتها طبعا عمره في حياته ما هيديهولي. هيشو حبيبي، انا عايزاك تبقى طموح اكتر من كده شويه. وبعدين اللي انت شايفه بعيد قوي النهارده، بكره ان شاء الله هيبقى اقرب مما تتصور. انت جايبني معاك هنا عشان افضل اتفرج عليك وانت بتشرب طول الليل؟ طب وعايزانا نعمل ايه يعني يا عمرو؟ نرقص. نرقص؟ طب استني اخد شوطي كمان. انت قلت لي نفس الكلمه دي قبل الخمسه اللي فاتوا.
يلا بقى انا مش قادره استنى. شفت كمان بس مش انت قاعد ولا هتمشي؟ طب يلا شويه وهنرجع لك تاني. باي باي. شايف؟ مش بقول لك عادي يا عم سيبك، هو كده بيلف يلف ويرجع لها، هما كده من ايام ثانوي. الحاجات اللي بتبدا بدري بتخلص بدري. متهيألك هما الاثنين اتعودوا على بعض وما يقدروش يسيبوا بعض. هنشوف. شوية دراعي وجعني. مش معقولة يا مروان كل يوم كده. ده بابي لو عارف. قولي له. ده انت مش همك بقى. انا مخنوق قوي. مالك يا مروان؟ شفتيها عملت ايه اول ما شافت الواد ده؟ مامي عمرها ما حضنتني ولا كانت ملوفة على ايه زي ما عملت معايا، زي ما اكون مش ابنها. اعذرها يا مروان، احنا طول عمرنا قدام عينيها، اكيد هتقعد تفكر في اللي مش قدامها ومش جنبها. أنا تعبت، حاسس إن عشتي عمري كله ضل شبح بني آدم ملوش وجود، محدش حاسس بيا. لينا أنا مش بكره علي زي ما أنتوا فاكرين، عكس أنا مستنيه يجي عشان لما يجي هيبقى أخويا الشبح بيطاردني. أنا كمان متلخبطة قوي، بس كل اللي أعرفه إن إحنا ما ينفعش نبقى أنانيين. مامي من حقها تفرح يا مروان. حتى أنتي. عاوز أنام. صحيح يا فايزة، هو ايه حكاية الجدع اللي بات في اول حي الفيلا من امبارح؟ انت ايش دخلك يا سيد؟ هتخليك في شغلك وتراعي اكل عيشك. يعني الحق عليا اخاف على مصلحتك وعايز ارسيك على الحوار اللي سمعته وانا بوصل الراجل بيه والانسه لينا؟ حوار ايه؟ سمعتهم يا ست ان هم بيقولوا مش مرتاحين للشاب ده، والست لينا خايفه يطلع النصاب ويسرق الفيلا. وانت بقى ان شاء الله بتركب معاهم يا سيد عشان توصله ولا عشان ترمي وده؟ ماشي يا سيد، انا هقول لهم على اللي انت بتعمله وهم بقى يتصرفوا معاك بطريقتهم. الله الله، في ايه يا فايزه؟ يعني دي اخرتها؟ انا خايف على مصلحتك، عايز تقطع عيشي. خلصانه يا سيد بقى. خالته استاذ سيد يشكر برضه انه بينبهك، مش جايز فعلا يطلع حرامي بيسرق حاجه وانت اللي تشيلي الليله؟ قولي لها والنبي يا ست البنات، يسلم في امك. انا عارفه بقى، انا مخليها على الله. نعم بس كنت يا سيد، وكفايه رغي على الصبح بقى. سلام يا خالتي. مع السلامة حبيبتي. يلا يا استاذ سيد.
ايه يا حبيبي؟ تاكلش ليه؟ مكسوف؟ لا والله اكلت كتير. طب تحب اعمل لك حاجه مخصوصه؟ لا خالص. راجي بيبي بلغ حضرتك ان دكتور المعمل وصل. خليك يا حبيبي كمل اكلك، انا هقول لهم يستنوا شويه. انا في حاجه مهمه عايزه اقولها لك قبل ما يجوا. انا عارفه ان انت اللي انقذتني يوم ما عربيتي وقفت، عشان كده انا عايزه اساعدك. امشي من هنا قبل ما استنى شويه يا راجل، الدنيا ما طرتش. معلش يا حبيبتي دي حاجه ضروريه ما تتاجلش. سياده اللواء فريد واحد من ضباط امن الدوله الكبار السابقين ودلوقتي مدير امن شركتي. تشرفنا. دكتور المعمل وصل. لو انت مش متاكد ان انت عليه خدها من قصرها وامشي، لاني قسما بالله لو نتيجه المعمل طلعت وما طلعتش هو امسحك من على وش الدنيا.